سلام، اليوم راح نتكلم عن مسلسل الحشاشين، وهو مسلسل تاريخي من إخراج بيتر ميمي، وكان من المقرر عرضه العام الماضي إلا أنه تم تأجيله ليعرض هذا العام، وهو من بطولة كريم عبد العزيز. فلايك، اشترك، فعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد أول بأول، ويلا نبدأ مراجعتنا. الدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق حول مؤسس وطائفة الحشاشين، وهم رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدا. ويعد المسلسل من أضخم الأعمال إنتاجا، وتطلب تصويره مدة طويلة جدا. المسلسل فعلا مميز، استمتعت به ونعم شوف الحلقات الأولى. القصة مشوقة، خاصة عندما عرفت أنها قصة حقيقية. رتم القصة يمشي بشكل سريع للغاية، السرد بسيط ومفهوم، ديكور كذلك أعجبني يخليك تعيش الأجواء، طريقة التصوير مميزة للغاية، كل زاوية بعيدة كل زاوية قريبة هي فن بحد ذاته، تخليك تحس وكأنه أنت واحد من الشخصيات المسلسل. في مشاهد الحلقة الأولى نشوف جنود يؤخذون إلى القلعة، فيها حسن الصباح واللي هو الشخصية المركزية أراد أن يريهم ولا تابعيه له، وهم فعلا مستعدون بأن يفدوه بأرواحهم. هو ما حصل، أحد الجنود رمى نفسه من أعلى أسوار القلعة، ونحن بعدنا في البداية. صراحة عجبني السرد اللي يبدأ يعرف لك كيف نشأت هذه الطائفة بعد أن توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فهم تأسسوا في عهد الدولة الفاطمية الشيعية. بعد ذلك نرى الفلاش باك ويرينا حياة حسن وهو صغير، كيف أنه كان طفلا استثنائيا لا يشبه أحد، وكيف أنه أراد تغيير العالم نحو الأفضل. الموسيقى التصويرية كانت من أفضل ما يكون، زادت من حدة الأجواء المشحونة. بالمجمل المسلسل فعلا مميز، إن كنت محتارة ماذا تشاهد فأنصحك به. وبس، كان هذا كل شيء عندي. لايك للفيديو واشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد أول بأول، وقل لي الأفلام أو المسلسلات أو حتى الأنميات اللي حبيت تكون ليها مراجعة هنا. كان أنا معكم مسعود سفيان، صحة شريبتكم، صحة حوركم، خليكم دايما بخير، سلام.